موظف مرحلة استئناف حكم أول درجة، والمحكمة محكمة الجنايات أول درجة كانت حكمة 15 سنة وعقوبات تبعية فيما يخص الحكم الصادر لأول درجة. المتهم في أمر الحالة هو متهم بشروع في خطف أنثى، ولكن الجريمة الكاملة فيما يخص خطف الأنثى توصل للمؤبد. فحكمت المحكمة في أول درجة ب 15 سنة مع العقوبات التبعية اللي صدرت في الحكم الذي يخص أول درجة. عايزين نعرف بس أسرة حبيب الشماعة كان موقفها إيه؟ والله أسرة حبيب الشماعة بتقول لكم الأب والأم يا ريت كل واحد فينا ياخد 20 سنة وترجعوا لنا بنتنا. تعرفوا ترجعوا بنتهم؟ طب هل الإجراءات القانونية النيابة العامة هتترفع تاني في والله يعني من حق النيابة العامة ان هي تترافع تاني في الدعوة، ومن حق المدعي بالحق المادي ان احنا نترافع تاني في الدعوة، ومن حق دفاع المتهم ان يترافع في الدعوة ولو ليه طلبات المحكمة وشأنها برضو. ذكرت ان التصريحات كده هو ان هتنضم للطلبات النيابة العامة اللي هي بتتمثل فيها وضع طبيعي بتأييد وتطبيق الحكم أول درجة. يعني النيابة العامة في أول درجة كانت بتطلب تنفيذ أمر الإحالة أو المواد الواردة بأمر الإحالة، ده في أول درجة. لكن إحنا دلوقتي بنطلب من المحكمة تأييد حكم أول درجة، فدي طلباتنا. يعني في النيابة العامة بتستأنف على الحكم، ممكن تستأنف على الحكم 15 سنة ويزيد. الاستئناف ده استئناف متهم. ايوه نعم، وليس استئناف نيابي. طب هل النيابه العامه ما استأنفتش على الحكم بتاع اول درجه؟ من حق النيابه العامه ان هي تستأنف زي ما المتهم ليه حق الاستئناف، ولكن ده استئناف متهم وليس استئناف نيابه عامه. بس أيوة. من حق النيابه العامه في امور يعني لو كان المتهم خد براءه مثلا او خد حكم لا يرضي النيابه العامه على الشغل اللي عملته، فكان من حقها ان هي تستأنف. طبعا النيابه العامه شفناها عمل شغل كبير جدا. طبعا انا بشكر النيابه العامه على المجهود الكبير اللي عملته في تحقيق ادله الثبوت في الدعوه. يمكن اكبر حاجه ظهرت في جهودها موضوع اوبر والشكاوى اللي كانت صادره ضد المتهم. هم 19 شكوى كلهم، انا اتكلمت في محاكمه اول درجه عن 13 شكوى بس، ولكن ان سمحت المحكمه النهارده باذن الله في المرافعه هنتكلم في ال 19 شكوى. انت عارف ان كان في تطبيقين، التطبيق الاول لما فتحوا المتهم في التطبيق والمرحله الاولى ديت كان في 13 شكوى، واتقفل التطبيق بتاع المتهم وزور بطاقه وزور رخصه وقدم اوراق رسميه مزوره عشان يتحايل ويقوم بفتح التطبيق مره اخرى. وبرضه في قضيه تزوير مستنيه المتهم لم يحدد لها جلسه حتى الان. يعني هو الحكم اللي صدر كان عن حكم المخدرات وحكم الشروع في خطف الانثى والمخدرات، تعاطي المخدرات. لسه ليه قضيه تزوير؟ طبعا. ممكن نعرف ايه قضيه التزوير وهتنعقد فين؟ هي النيابة العامة المفروض أرسلت الأوراق للنيابة الاقتصادية للتحقيق في واقعة التزوير. التزوير بطاقة رقم قومي مستند رسمي، والفيش الجنائي مستند رسمي، فأصبحنا النهاردة أمام واقعة تزوير في أوراق رسمية. الموضوع ده أصبح معتاد من سائقي أوبر إن هم بيزوروا الفيش والتشبيه ويزوروا ايضا رخصه القياده برقم قومي، وبي في مختصين على الانترنت بيزوروها بصوره سريعه جدا ومهنيه او دقيقه جدا. شركه اوبر ما بتقدرش تعمل كده. لا، هي القصه مش كده خالص. هناك خطا جسيم في شركه اوبر. ولو لاحظت في القضيه اللي حصلت بعد قضيه حبيبه الشماعة هتلاقي نفس الاجابه الشؤون القانونيه اللي قالتها في القضيه عندنا هي نفس الاجابه اللي قالتها في القضيه اللي بعدينا واللي بعدينا. تحايل وجاب ورق مزور بيتنصلوا من المسؤوليه، بيقول لك ان احنا مشينا بسبب سوء سلوك، ولكنه مسؤوليه جنائيه تخص شركه اوبر، وهناك دعوى تعويض اصليه، ولكن في حاله ان الحكم بتاعنا ان شاء الله يكون نهائي وبد باذن الله. يعني هيتم الفصل في الدعوى المقدمه ضد شركه اوبر بعد تاييد العقوبه باذن الله. لم يقدم حتى الان دعوى التزوير الاصليه، ولكن احنا مجهزين دعوى التزوير الاصليه، وباذن الله احنا في الطريق اليها. يعني باذن الله.